أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان قالت نملة مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده
قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه عذابا شديدا فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئت
جئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله
السماوات والأرض ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت إنه من سليمان قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة قالوا نحن أولو قوة
بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم فناظرة وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة
ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر قال فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن صدق الله العظيم.